في إطار مكافحتها عمليات الاحتكار المنظمة، اتهمت المفوضية الأوروبية 3 مصارف كبرى هي HSBC أكبر مصرف في أوروبا ومصرف جي بي مورغان في الولايات المتحدة ومصرف كريدي أغريكول الفرنسي بتزوير المعايير المالية المرتبطة باليورو، مهددة إياها بالتعرض لغرامات مالية محتملة. وأبدت المفوضية الأوروبية مخاوف من أن تكون البنوك الثلاثة قد تواطأت في مخطط يهدف إلى تشويه المسار الطبيعي لمكونات معدل تسعير فوائد مشتقات اليورو، وبالتالي فإن هذه البنوك الثلاثة قد تواجه عقوبات تصل إلى 10% من إجمالي العائدات العالمية في حال إدانتها بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار الخاصة بها من قبل الاتحاد الأوروبي.